الوزيرة، أنت مستعدة أنك ترسلي بنتك الأداء للخدمة الوطنية؟ هذا ليس أنا التي أقرر، هذا إذا فيه استعداد وإذا في حاجة وإذا وجدت في ظروف تسمح لها بأداء هذه الخدمة. لست أدري إذا وجدت، لازم تكون عندها كذلك برنامج محدد، أمور محددة. أنا كنت سمعت فتاة وكان عجبني من خلال استطلاعكم اللي عملته، قلت لك أنه المرأة غدا إذا حدث أي شيء يكون عندها استعداد. هذا الشيء ضروري جدا. احنا مثلا ثورة الجزائر، المرأة رفضت السلاح، المرأة داوات، المرأة قعدت في الجبل، المرأة خبزت، عملت كل شيء، كانت عنصر فعال يعني ضروري ومهمته كانت كبيرة، بالعكس مهام وليس مهمة واحدة في الثورة الجزائرية. المرأة الآن احنا على عدة جبهات وخاصة جبهة التنمية، وتطلب من المرأة أنها تقوي قدراتها. هذا لا يعني تكون فيها عملية ديماغوجية لإخراج المرأة إلى إذا ما تمنعيهاش من أداء الخدمة الوطنية. شوف ترى كيديروا هكا على الذكور، ومن بعد تسيبوا ما عنده حتى مشكلة، نهار كامل يجري مر الإعفاء، نهار كامل يجري بكل الأسباب يجري مر الإعفاء. يعني معليش، إذا تخلف الشاب عن الخدمة الوطنية وفيه مشاركة المرأة، أظن الوطنية هذه والاستعداد هو استعداد نفسي واستعداد شخصي، لا نربطه كثيرا بالأنوثة ولا الذكورة.